لايف اكسبيرينس جميل جدا من ناحيه كاريوكي ومن ناحيه في العاب مريحه جدا زي الجولف والهوكي. مره حلو وممتع، جربت فيه الجولف ورمايه الاسهم، انصح اي احد يجي يشوف يعني ويجرب بنفسه. في دي جي واللي يرقصون صراحه مو باخر مره اجي، شفت بعد رمايه الاسهم كانت جميله الصدق، تجربه حلوه. دخلت جربت الاسهم يعني مره ممتعه وحلوه، اول مره اجربها.